كده لقيت واحد راح صاحبني وقال لي تعالى هات 50 جنيه قبل اي كلام وقبل اي قصه ما بيننا. راح صاحبني كده وقال لي انا عايز 50 جنيه. بقول له مقابل ايه؟ قال لي مقابل ان اشوف لك اخوك ورقه وايه موجود ايه وايه اللي يثبت والكلام ده كله وخلص لك اجراءاته. تمام. فمن ضمن ان في ناس دفعت فلوس واجراءاتها ما خلصتش، ومن ضمن برضو ان احنا دفعنا فلوس برضو لمينا مع بعض ودفعنا فلوس وبرضو اجراءاتنا برضو ما طلعتش غير في وقتها. تمام. وانا جوه بقى لما دخلت الاسم ناس ممسوكه لسه ممسوكين من يجي ساعه كده او نص ساعه. تمام. داخلين بهدومهم عادي وناس محترمين وناس نضاف وتمام التمام. في ظرف 10 دقايق انا ببص لقيت كل واحد الدم مغرقه والضرب وهدومهم متقطعه وحاجه معامله زباله فوق الزباله. طلعنا قعدنا بره، قعدنا على القهوه اللي قبل الاسم. قمنا من على القهوه على صوت الناس متضرب من صوت الناس اللي ممسوكه، قمنا على صوتهم وهم بيصرخوا وصوتهم عالي. قمنا هجنا، راح قام واحد ظابط طلع على باب القسم وراح واقف كده بصدره كده وفارد صدره ويقول اي حيوان هيقرب يمة القسم هطيره رقبته. تمام. الناس كلها خافت وتهددت. لقينا قوه طالعه من جوه ولابسين اقنعه وطالعين بالسلاح وراحوا ماشيين بعيد عن القسم خالص وما بعدونا بعيد عن الكلام ده كله. وكل ما نيجي نقرب نسال على اخونا على اخويا او اي حد بيسال على حد تبعه ونبص نلاقي اللي يجي علينا ويقعد يزعق ويشتم والكلام من ده كله. تمام. قعدنا ما الورق بتاعنا خلص، الورق بتاعنا خلص، استنوا ما خلصوا الناس الجنائيين اللي قاتل واللي سارق واللي ده كله، ما خرجوا الناس الجنائيين وفي الاخر فكروا يبصوا لنا احنا. واللي يطلع ان بيقول لك ان ما انت ما اتحركتش من قدام القسم في الحال هتتاخد وترجع تاني. من ضمن ان قعدوا يجروا ميعادنا نتحاسب عليهم طلعوا يجروا ورانا ان هم عايزين يمسكونا يرجعونا تاني واحنا بيه.